حماسية بتجمع بين فريقين على مستوى عالي جدا، أجواء حماسية في من داخل الملعب وأجواء حماسية في المدرجات. أكيد الفريقين على مستوى عالي جدا. طبعا البعثة الإعلامية كلها مبسوطة من الهال من الأجواء دي، بتتوجه بالشكر لكل القائمين على هذه المباراة، ابتداء من الاتحاد الليبي ونادي الأهلي الليبي ونادي الإسماعيلي. إن شاء الله تخرج بشكل كويس إن شاء الله. الاحتفالات مبهجة في هذه المباراة، وجود البعثة الإعلامية المصرية وعلى رأسها الأستاذ محمد الدمرداش والأستاذ أحمد جلال ومعانا الزملاء كلهم، فدي حاجة مهمة بالنسبة لنا. احنا جايين عارفين انه مصر وليبيا واحد، والاجواء احنا حاسين ان احنا في بلدنا، مش حاسين ان احنا اغراب يعني. وطبعا كل الزملاء اللي موجودين كلهم المصريين، البعثة الاعلامية بعثة اعلامية وكباتن مصر اللي موجودين ورانا، فدي حاجة احنا حاسين بالامن والامان هنا والدنيا في ليبيا تمام، وان شاء الله في اصدار اكبر يعني. اجواء طبعا طيبة، واحنا سعداء جدا جدا بالمشهد وأجواء موجودة هنا في بنغازي على هامش المباراة التاريخية بين نادي الإسماعيلي ونادي أهل بنغازي. من ساعة ما جينا شفنا حسن استقبال وشفنا كرم ضيافة، شفنا حفاوة كبيرة من الجانب الليبي، سعداء حاسين إن احنا بنلعب في إسماعيلية أو بنلعب في القاهرة. وأكيد أكيد بنتمنى تكرار التجربة دي، ونتمنى طبعا تواجد نادي أهل بنغازي وتواجد كل الأندية الليبية في مصر قريبا ان شاء الله. ودايما بنتمنى السعاده وتقدم ازدهار دوله ليبيا الحبيبه. احنا كمان سعداء بالتقدم اللي بيحصل في دوله ليبيا وبالبنيه التحتيه والحاجات اللي شفناها خلال الساعات اللي فاتت داخل دوله ليبيا. بالتوفيق لكم وبالتوفيق في الجاي ان شاء الله، وسعداء ان احنا معاكم واسلكم ان شاء الله. شكرا. طبعا وبرحب بكل الاشقاء الليبيين، اللي احنا بصراحه في منتهى الفرحه والسعاده ان احنا موجودين في وسط بلدنا التاني. النهارده احنا سعداء جدا باننا موجودين في العرس اللي موجود ده. احنا يعني مش مجرد مباراه وديه، لا دي مباراه في نهائي كاس افريقيا. فرحه الجمهور ديت يعني بتسبب لنا كلنا فرحه وسعاده دايما، ويا رب دايما يديم الاخوه والمحبه ما بيننا وما بين اخواتنا الليبيين يا رب. جمهور اهلي بنغازي طبعا شعبيه كبيره جدا في بنغازي وفي ليبيا كمان. اول مره اشوف الاجواء دي بصراحه، يعني الدخان حتى دخل على صدرنا بالمصري زي ما بيقولوا. ان شاء الله بالتوفيق دايما لاهلي بنغازي، وباذن الله دايما نلاقيهم في البطولات الافريقيه ودايما ينورونا في مصر. وان شاء الله التوائم اللي بين الاهلي والاسماعيلي تكون تؤتي باسمها ويكون اكبر استفاده للناديين باذن الله. شكرا.